السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم منية المشتاق وأماني من صحة من نومة، وهو كل إيمان بالله سبحانه وتعالى بأن يومه راح يكون أفضل بإذن تعالى. ويسعد صباحكم زميلاتي أماني ومنية. صباح النور لك عبد الرضا، وصباح الخير لك أماني، ولكل مشاهدينا في صباح الخير الكويت. حياكم الله ويانا في هذا اللقاء المتجدد معاكم في صباح يوم الاثنين. صباح الخير مرة ثانية لك أماني. صباحكم مميز مثلكم، وصباحكم خير مشاهدينا وين ما كنتوا، وحياكم الله أكيد معنا بلقاء متجدد من برنامج صباح الخير الكويت. خليكم معنا وبإذن الله تحوز حلقة اليوم على رضاكم. وقبل لا ننتقل حق موضوع الطقس، نحب نقول good luck وموفقين لطلبة الجامعة. طبعا تفضل اخي. فعلا طبعا طلبه الجامعه والتطبيق يمكن بداوا دراسه يوم الامس، توجهوا لكلياتهم ما شاء الله الاف من الطلبه، نتمنى لهم فعلا كل التوفيق في العام الدراسي او في الفصل الدراسي الجديد. طبعا ما زالوا طلبه المدارس مستمتعين باجازتهم اللي تقريبا مستمره لبعد يمكن 10 ايام اسبوعين خلينا نقول، عليهم بالعافيه. ويمكن امس واليوم ايضا مستمر على فكره التسجيل في الجامعه بالباي فورس، فبالتالي يبيله شوي يعني ليوم الثلاثاء مثل ما نقول تنتظم دراسه فعليا عند الطلبه. اكيد طبعا الشوارع بدات تشهد يمكن ازدحام اكثر، ان شاء الله تالي في الفقره المروريه راح نسولف في هذا الموضوع اكثر. والحلو في الموضوع ايضا قاعد نلاحظ يمكن ما زالت درجات الحراره منخفضه في اول العشرينيات، ويقولون في عوده المطر باكر بالليل ان شاء الله باذن الله. وبكذي احنا ننتقل حق زميلنا ضرار العلي خبير الارصاد الجويه، واللي راح يطلعنا اكثر على حاله الطقس، واللي باذن الله تكون احلى واحلى ومن اجمل الى اجمل الايام الجايه. صباحك ورد استاذ. صباح الخير أماني، صباح الخير منيا، وصباح الخير عبد الرضا، وصباح بالخير على المشاهدين الكرام. بالفعل لا زالت درجات الحرارة منخفضة، إحساس بالبرودة خاصة خلال الليل وأيضا الصباح الباكر، وفرص أيضا مثل ما قال أخوي عبد الرضا لأمطار متفرقة، لكن لتفاصيل أكثر تابعونا بعد هذا الفاصل. صباح عليكم الخير مشاهدينا الكرام مرة ثانية. والطقس الحالي في مدينة الكويت حاليا طقس بارد 15 درجة مئوية حاليا الحرارة، وأيضا مع الرياح الشمالية الغربية الجافة تزيد من إحساس الحرارة. لاحظوا ياكم الصورة الخارجية، بعض الغيوم المتفرقة حاليا، والرؤية الأفقية ممتازة حاليا تقريبا 10 كيلو، وأيضا الرطوبة النسبية تقريبا 68% في مدينة الكويت، وأيضا الرياح حاليا شمالية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة، تقريبا سرعتها ما بين 5 إلى 7 كيلومتر في الساعة. أما الطقس المتوقع لنهار هذا اليوم بإذن الله راح يكون طقس مشمس، بعض الغيوم العالية المتفرقة راح نلاحظها، الرياح شمالية غربية راح تستمر إلى متقلبة الاتجاه ما بين 8 إلى 30 كيلومتر في الساعة، خفيفة إلى معتدلة السرعة. العظمى المتوقعة اليوم الحرارة العظمى 22 درجة مئوية. يستمر الهواء متقلب الاتجاه إلى شمالي غربي خلال الليل إن شاء الله، وأيضا أيضا طقس بارد راح يكون خلال فترة الليل، ومتوقع استمرار الرياح الشمالية الغربية راح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة أيضا ما بين 6 إلى 26 كيلومتر في الساعة. أما الصغرى المتوقعة فمتوقع أن تكون 6 درجات مئوية حاليا، وطقس بارد خلال الليل، قد يكون شديد البرودة على بعض المناطق خاصة البرية بسبب الرياح الشمالية الغربية الجافة خاصة فترة الليل. أما حالة البحر فراح يكون خلال 24 ساعة المقبلة خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 إلى 4 أقدام بإذن الله. المد الأول الساعة 8:25 دقيقة من صباح اليوم، المد الثاني الساعة 7:35 دقيقة من مساء اليوم، الجزر الأول اليوم بالنهار الساعة 1:25 دقيقة، والجزر الثاني من فجر يوم الثلاثاء بإذن الله الساعة 23 دقيقة. نيجي وياكم من مواقيت الصلاة وموعد غروب الشمس اليوم وأذان المغرب الساعة 5:16 دقيقة، أذان الفجر باكر إن شاء الله الساعة 5:19 دقيقة، أما شروق الشمس باكر ففي الساعة 6:42 دقيقة. نيجي وياكم للطقس المتوقع خلال الأيام المقبلة بإذن الله. مثل ما قلنا اليوم الهواء شمالي غربي، طقس راح يكون معتدل خلال فترة الظهر بإذن الله، بارد خلال الليل، العظمى مثل ما قلنا 22 درجة مئوية، مع استمرار الرياح الشمالية الغربية راح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، قد تنشط على فترات باكر يوم الثلاثاء بإذن الله، متوقع استمرار الرياح الشمالية الغربية لكنها راح تتحول إلى
جنوبية شرقية في وقت لاحق من النهار خفيفة إلى معتدلة، قد تنشط على فترات خاصة مع تكون السحب الركامية. متوقع أمطار قد تكون رعدية ساعات متأخرة من الليل من يوم الثلاثاء، قد تكون سرعة الرياح ما بين 8 إلى 45 كيلومتر في الساعة، قد تكون مثيرة للغبار على بعض المناطق ما تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية. لذلك أنوه خاصة الأخوة قادين المركبات أخذ الحيطة والحذر من انخفاض الرؤية الأفقية المفاجئ على خاصة على الطرق البرية. كذلك الأخوة مرتادين البحر أخذ الحيطة والحذر متابعة النشرات الجوية التي تطلقها إدارة الأرصاد الجوية. متوقع أن تكون هناك الأمواج عالية قد تزيد عن 6 أقدام. العظمى المتوقعة يوم الثلاثاء بإذن الله 21 درجة مئوية، الصغرى المتوقعة 6 درجات مئوية. استمرار الطقس ممطر وأيضا فرص لأمطار متفرقة قد تكون رعدية يستمر إلى نهار يوم الأربعاء بإذن الله، وأيضا نشاط في الرياح قد تزيد سرعتها عن 50 كيلومتر في الساعة، أيضا تكون مثيرة للغبار تؤدي إلى انخفاض قد الرؤية الأفقية على بعض المناطق خاصة الأخوة مرتادين البحر. هناك راح يكون ارتفاع للأمواج قد تصل إلى أكثر من 6 أقدام خاصة مع الرياح النشطة اللي راح تكون الجنوبية الشرقية. العظمى المتوقعة يوم الأربعاء 21 درجة مئوية، تنخفض الصغرى إلى ما بين 12 إلى 14 درجة مئوية. بإذن الله تقل السحب تدريجيا من مساء يوم الأربعاء بإذن الله، وطقس قائم جزئي أو ظهور بعض الغيوم المتفرقة يوم الخميس، وطقس مائل للبرود خاصة فترة النهار، وأيضا الظهر متوقع أن تكون درجات الحرارة ما بين 16 إلى 17 أو 18 درجة مئوية. خلال النهار قد تنخفض الصغرى إلى 4 درجات مئوية، قد تكون أقل من 4 درجات مئوية على بعض المناطق البرية، لذلك يكون طقس شديد البرودة خاصة فترة البارد. خلال فترة النهار قد يكون مائل للبرودة فترة الظهر، لكن مع الرياح المعتدلة قد يزيد من إحساس البرودة. مع استمرار الرياح الجنوبية الشرقية قد تتحول إلى جنوبية غربية في وقت لاحق من النهار، سرعتها راح تكون خفيفة إلى معتدلة ما بين 10 إلى 38 كيلومتر في الساعة. كانت هذه النشرة الجوية أعزائي المشاهدين، والله تعالى أعلى وأعلم. الآن العودة إلى الزملاء لتكملة باقي فقرات برنامج صباح الخير يا كويت. يعطيهم العافية. وزارة الداخلية أكيد قبل فترة يمكن لما أعلنوا بأن هناك في تجديد لرخص القيادة عن طريق الأونلاين، إن شاء الله في القريب العاجل أيضا راح يكون في إمكانية لتجديد جوازات السفر أيضا عن الأونلاين، وأيضا بالنسبة للأخوة المقيمين ممكن يجددون إقاماتهم عن طريق الأونلاين. إذن طرق رئيسية وحلال مرور أيضا لهذا الصباح راح يطلعنا عليها المقدم عثمان محمد غريب اللي موجودة حاليا طبعا على طريق الفحيحي السريع. المقدم عثمان طبعا من الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، نصبح عليه بالخير، ويا ترى شن هي حركة السيارات في شوارع دولة الكويت في هذا الصباح، ويعطيك ألف عافية إن شاء الله. الله يعافيك وصبحكم الله بالخير جميعا، وصبحك الله بالخير أخوي رضا. ويمكن بالنسبة للحركة المرورية مثل ما أنت عارف وأخواننا المشاهدين عارفين تختلف من وقت لآخر، ولكن تبقى أيضا هناك أمور لازم يتقيد فيها قائد المركبة بالتزامه بقانون المرور، يجنب كثير من الأمور السلبية ويوصل لوجهته إن شاء الله بالسلامة وهو مرتادين الطريق. إحنا يمكن ذكرت تواجدنا الخارجي في موقع اللي هو طريق الفحيحي السريع بالضبط عند تقاطع مع السادس والمسيلة، هذا تقاطع حيوي. اليوم يمكن بدينا شوي باللاحظ تدريجيا بعض المواقع زادت بشكل بسيط الكثافة المرورية نظرا لدخولنا مع دوام طلبة الجامعة وبعض المدارس الخاصة، قاعد يساعد في للأسف يعني بعض الأمور الكثافة المرورية بسبب للأسف مخالفات البعض، ولكن تبقى الانسيابية مقارنة في الأيام السابقة ما في أي مقارنة، الانسيابية موجودة. ولكن احنا نقول يعني دائما رسالتنا لمن يخالف قانون المرور او يعرقل حركه السير قاعد يتسبب في كثافه لناس ما لهم ذنب ملتزمين طالعين مبكر، فاحنا دائما نقول قياده فن وذوق واخلاق، وهذا الشيء اللي نتمناه دائما في الطريق. بالنسبه لموقعنا طريق فحيحي السريع الانسيابيه موجوده ما في اي كثافه تذكر،
وخاصة باتجاه المدينة دائما نلاحظ كثافة، اليوم الانسيابية موجودة. أما بالنسبة للاتجاه العكسي من المدينة إلى الأحمدي ما فيه كثافة. إذا بناخذ طريق موازي لطريق فهد السريع اللي هو طريق الملك فهد باتجاه المدينة عند كيلو 65 في شوي تصليحات في الطرق نظرا لانفجار بايب الماء، وبالتالي أثر شوي على الحركة المرورية، ولكن جميع الجهات المعنية قاعد يتعاملون مع هذا الموقع وإصلاح العطل وإرجاع انسيابية الشارع، ولكن ما في كثافة مثل ما الكثافة المتوقعة، ولكن تواجد دورية المرور تواجد الجهات المعنية قاعد يساعد في انسيابية الطريق. إذا بنتكلم على الطريق الموازي لطريق فيحيل وطريق الملك فهد، طريق شارع الغوص، طريق حيوي، طريق مهم جدا، عليه أكثر من جسر تم افتتاحه، سهل على قائدي المركبات الحركة وخاصة في التقاطعات أو نقول الدوار الموجود تحت كل جسر، أيضا اللي يغير وجهته من في مناطق هذا الطريق اللي هو محافظة مبارك الكبير ومنطقة صباح السالم، بالإضافة إلى بعض المناطق التابعة لمحافظة الأحمدي. هذا كله قاعد نلاحظه يعني صار في انسيابية، والحين الانسيابية موجودة باستثناء شوي كثافة وقت المدارس. شارع الخليج اللي احنا قريبين منه من المسيرة إلى المدينة ما فيه كثافة، تذكر الانسيابية موجودة. إذا المتوقع خلال الدقائق القادمة طبعا على مداخل مدينة الكويت في راح تكون كثافة بسيطة، ولكن تبقى الحركة المرورية أقل من الأيام السابقة، ولكن نحتاج من قائد المركبة الالتزام وعدم استخدام الهاتف النقال بيد أثناء القيادة، ويمكن إخواننا في الأرصاد الجوية قالوا نقطة مهمة جدا لمتابعة الأرصاد الجوية بشكل مستمر وانخفاض الرؤية في بعض المناطق البرية، قد يحتاج من قائد المركبة انتباهه، ودائما نتذكر بهاتف الطوارئ 112 تلقى جميع البلاغات الأمنية والمرورية والإنسانية على مدار الساعة. كذلك إخواننا مرتادين البحر لا تغامر في أجواء ما تساعد لأنك تنزل البحر، وتأكد دائما أن إخوانك في الإدارة العامة لخفر السواحل متواجدين لضمان سلامتك، فبالتالي خليك متعاون معهم. أخيرا رسالتنا لأولياء الأمور، اليوم إحنا في عطلة الربيع، أكثر أبنائنا الطلبة نقول الأطفال بشكل خاص قام يخلي طاقته موجودة في استخدامه للهاتف النقال بالألعاب الذكية بالخدمات الموجودة على الهاتف من وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن قام يحتاجها أكثر من أنه يلعب مع ربعه أو يلعب مع أخوانه. فبالتالي خليك حريص في متابعة هذه البرامج، خليك حريص في متابعته أيضا في أوقات استخدامه للهاتف، لأن الطفل دائما يطبع يعني يأخذ هذه الأمور من الألعاب ويطبقها على أرض الواقع ويتأثر فيها، فبالتالي لا تسبب في بعض المشاكل السلبية بسبب استخدامه لهذه الخدمات الموجودة بالهاتف، ومنها ما يصير في ألعاب إلكترونية الأونلاين، وكذلك أيضا بعض وسائل التواصل اللي من خلالها أيضا قد يتسبب في تصوير يسبب في مشاكل لطرف آخر. نشكركم على المتابعة مشاهدينا، ونتمنى لكم يوم حلو وجميل إن شاء الله، والله يحفظ الجميع والسلامة لمرتادين الطريق، ونستكمل معاكم باقي فقرات برنامج صباح الخير الكويت مع الزملاء داخل الاستديو.
مشاهدينا رح ننتقل معكم إلى أبرز عناوين الصحافة المحلية لهذا الصباح، نبتديها مع جريدة الأنباء. 60,000 زائر لمعرض الطيران 2020 خلال 4 أيام. اختتم معرض الكويت للطيران الثاني 2020 أعماله، والذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد خلال الفترة من 15 إلى 18 يناير، وبمشاركة الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية والشركات العالمية المتخصصة في صناعة الطيران المدني والعسكري، حيث شهد المعرض هذا العام مشاركة واسعة من الهيئات الحكومية والشركات العالمية المتخصصة وشركات الطيران، وارتفعت نسبة المشاركة إلى 150% مقارنة بالشركات العارضة في المعرض في دورته الأولى، مشيرا إلى أن زوار المعرض تجاوز 60,000 زائر خلال 4 أيام. الخبر الثاني من جريدة القبس، الكويت تودع سعدون الجاسم. فقدت الكويت أمس واحدا من أبنائها البرارة الذي أحب الوطن وتفانى من أجله، وهو وكيل وزارة الإعلام الأسبق سعدون الجاسم الذي انتقل إلى جوار ربه عن عمر ناهز 88 عاما بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات. وقد نعاه وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري أمس، مشيرا إلى أنه كان أحد أعمدة الإعلام والثقافة في البلاد خلال القرن الماضي، وأن الأسرة الإعلامية والثقافية الكويتية فقدت أحد أعمدتها وقاماتها وروادها خلال مسيرة النهضة الحضارية في البلاد، بما كان يمثله المغفور له من فكر ثقافي ووطني وضع الكويت على خريطة الإعلام العربي. الخبر الثالث من جريدة الجريدة، الرفاعي أفضل جراح للسرطان في ولاية واشنطن. حقق الدكتور وضاح الرفاعي إنجازا جديدا للكويت باختياره أفضل جراح للسرطان في ولاية واشنطن الأمريكية لعام 2019، ويشغل الرفاعي منذ فبراير 2018 منصب الرئيس الإقليمي لجراحة الأورام وكرسي جون ديليون لدراسة جراحة الأورام بمستشفى ميدستار جورج تاون الجامعي في واشنطن، وهو أول طبيب عربي يتولى هذا المنصب. الخبر التالي من جريدة النهار، الوطني للثقافة يفتتح معرض الجرين الشامل للفن التشكيلي. افتتح المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي معرض الجرين الشامل للفن التشكيلي، وهو أحد الفعاليات الأساسية لمهرجان الجرين الثقافي 26، وذلك بالتعاون مع الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية. وقال الأمين العام للمجلس كامل عبد الجليل لوكالة الأنباء الكويتية كونا على هامش الافتتاح أن المعرض يعكس مختلف الاتجاهات والأساليب الفنية التي تطرأ على ساحة الإبداع التشكيلي في الكويت عاما بعد عام، حيث يشكل المعرض بانوراما حقيقية شاملة يطلع عليها المهتمون من متذوقي الفن ونقاده. الخبر التالي من جريدة الكويتية، هيئة الشباب حريصون على وضع برامج تنموية لذوي الإعاقة. أكد مدير عام الهيئة العامة للشباب عبد الرحمن المطيري حرص الهيئة على وضع خطط وبرامج لتنمية الشباب الكويتي من ذوي الإعاقة وتلبية احتياجاتهم وتقديم الخدمات الضرورية لهم لدمجهم في المجتمع للاستفادة منهم بالعمل والإنتاج، حيث تسعى الهيئة لشمول كافة مرافقها بالمواصفات العالمية الخاصة بذوي الإعاقة لإنجاح إدماجهم في المجتمع. بهذا الخبر انتهت جولتنا في الصحافة الورقية، ننتقل معكم إلى الصحافة الإلكترونية وأبرز ما جاء في مواقع التواصل الاجتماعي مع محمد وإيمان أكيد بعد الفاصل.
اسعد الله صباحكم مشاهدينا، نجدد معكم اللقاء بجوله جديده من كويت ترندز اللي ننقل لكم من خلالها اهم واخر الاخبار المتداوله في صفحات التواصل الاجتماعي. والبدايه راح تكون معك محمد، بس بالبدايه اقول لك صباح الخير. صباح الخير ايمان، واسعد الله صباحكم مشاهدينا. اول اخبار جولتنا بيكون حول مهرجان متميز يعد مناره ثقافيه وفكريه تجتمع فيها رموز الفكر والإبداع في كل عام. نشوف معاكم هذا الفيديو من حفل توزيع جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لكوكبة من المبدعين ضمن فعاليات مهرجان الجرين الثقافي 26. جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية تؤكد رعاية القيادة السياسية العليا في البلاد لكل فكر وطني مبدع، وتبين مدى اهتمام دولة الكويت بأبنائها المبدعين في المجالات المختلفة، وتقديم القدوة والمثل للأجيال الشابة من أجل العمل بجد وإبداع لخدمة الكويت الغالية. وإحنا بدورنا نبارك لجميع الفائزين والمكرمين والمبدعين أيضاً. ننتقل معكم إلى حساب وزارة الإعلام في تويتر اللي نشر جانب من زيارة وفد مكتب الأمم المتحدة في الكويت لفعاليات الموروث الشعبي الخليجي في قرية صباح الأحمد التراثية. شوفوا معنا الفيديو الجاي على شاشتنا. أجواء تراثية جميلة تعكس تراثنا وماضينا الغني بالأفكار والعادات أكيد الجميلة. وإلى حساب جامعة الكويت في تويتر، ومع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، نشر الحساب فيديو توعوي للطلبة مرتادي الجامعة. نشوف معاكم هذا الفيديو. مرتادي جامعة الكويت، السرعة الزايدة وقطع إشارة المرور من الممكن إنها تؤدي لفقدان حياتك أو حياة الآخرين. انتبه للطريق ولا تستخدم الهاتف أثناء القيادة أو أثناء عبورك للطريق، ولا تنسى استخدامك لخطوط المشاة. المواقف ملك الجميع، لكن مواقف المعاقين مخصصة لهم فقط. توقف بشكل صحيح وحافظ على ممتلكات الجامعة من التلف. لنرتقي بجامعتنا. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام. بداية موفقة بإذن الله، ونبي همتكم وشدوا حيلكم، لكن حطوا في بالكم أن سلامتكم هي الأهم. ننتقل معكم للجهود اللي تبذلها اللجنة الأولمبية الكويتية في سبيل توفير الراحة والأمان لهواة الدراجات الهوائية لممارسة هوايتهم. خلينا نشوف معكم التفاصيل أكثر على شاشتنا. اللجنة الأولمبية الكويتية تخصص ساعات معينة للدراجات الهوائية على جسر الشيخ جابر باتجاه واحد من مدينة الكويت إلى منطقة الصبية، وذلك كل يوم جمعة من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 10 صباحا أيضا، وحتى إشعار آخر. التغريدة من حساب الميدان نيوز في تويتر مشاهدينا. محمد، ما زلنا نشوف مع مشاهدينا التغريدة اللي تم تداولها في تويتر وأيضا في منصات التواصل الاجتماعي. أكيد قرارهم بالتأكيد، نتمنى التوفيق والسلامة للجميع. وصلنا لمحطة الإنجازات، وإنجاز اليوم ثلاثي تحقق على يد الأبطال الشباب اللي شاركوا ببطولة لسباق السيارات في مملكة البحرين الشقيقة. نشوف معكم هذه التغريدة من حساب موطني. نشوف معكم التغريدة على الشاشة واللي تقول: حصل المتسابقون الكويتيون محمد العواد على الميدالية الذهبية، بدر العواد على الميدالية الفضية، أحمد بلال على الميدالية البرونزية في فئة البرو بايك، وبدر العواد برونزية فئة سوبر ستريت بايك في بطولة البحرين للدراج ريس. والتغريدة من حساب موطني في تويتر المهتم بعرض الإنجازات الكويتية على الصعيد المحلي والدولي. فعلا، وإحنا بدورنا نبارك لأبطالنا ونشكر حساب موطني على اهتمامه الكبير بنشر إنجازات شباب الكويت. مشاهدينا، بما أن إحنا حاليا بموسم الشتاء ويكثر استخدام الدفايات بالبيوت، حساب وزارة الإعلام في تويتر نشر فيديو توعوي عن إجراءات السلامة المتبعة باستخدام أجهزة التدفئة. تابعوا معنا الفيديو الجاي على شاشتنا. عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك
احرص على عدم توصيل المدفأة الكهربائية بالموزعات. قم بتوصيلها مباشرة بنقطة الكهرباء. عدم وضع المدفأة في الممرات وعدم تركها قريبة من الأطفال دون رقابة. عدم استخدامها كأداة للتسخين أو إشعال البخور أو وضع الملابس والمناشف عليها. عدم تشغيل المدفأة لفترة طويلة أو في وقت النوم. نتمنى أكيد من الجميع الالتزام بالتعليمات لسلامتكم وتجنب أي خطر عليكم. والحين عندنا وقفة مع نصائح طبية مفيدة تكلم عنها الأخصائي محمد غالي بفيديو من حساب طبيبي بتويتر للتخلص من ألام الرقبة الناتجة عن الإجهاد والطرق الخاطئة. نشوف معكم هذا الفيديو. السلام عليكم. الآلام في الرقبة والشدود اللي تجي بعد نومة خاطئة أو القيادة لفترة طويلة آلام مزعجة قد تستمر لساعات أو حتى أيام. والحل يتمثل بكمادة دافية نضعها على الرقبة مدة 10 دقائق ونطبق التمارين. التمرين راح يكون بهالطريقة، نثبت 20 ثانية لكل اتجاه ونعيدها 3 مرات. وإذا كانت الآلام في منتصف الرقبة من الخلف، هالتمرين راح يكون مريح جدا، نكرر هالتمرين 10 مرات. وإذا كانت الآلام متزايدة في الرقبة أو مصاحبة تنميل في الأطراف، لازم تراجع طبيبك المختص أو أخصائي العلاج الطبيعي. فعلا جدا الطريقة سهلة، كلنا نحتاج نطبقها بالفعل، وشكرا جزيلا لمثل هالمعلومات القيمة دائما. مشاهدينا، خبرنا التالي بيكون عن آخر أخبار قصر باكنغهام، وبعد قرار استقلال حفيدها هاري وزوجته ميغن ملكة بريطانيا إليزابيث، أعلنت رسميا تجريدهم من الألقاب الملكية. وبتفاصيل أكثر شوفوا معنا التغريدة على الشاشة. هاري وميغن ماركل سيدفعان تقريبا 2.4 مليون جنيه استرليني من أموال دافعي الضرائب اللي تم إنفاقها في تجديد منزلهما، وقد تعهدا بألا يقومان بتصرفات لا تتوافق مع قيم الملكة إليزابيث. والتغريدة من حساب بيرغي نيوز في تويتر وتحت هاشتاغ بريطانيا. مشاهدينا، ما زلنا نشوف معكم التغريدة اللي كانت رسميا من ملكة بريطانيا إليزابيث توافق على حرمان هاري وميغن ماركل من الألقاب الملكية والدعم المادي أيضا. محمد، أكيد وبدون ألقاب هاري وميغن أتمنى لكم حياة سعيدة. ومثل ما عوداكم مشاهدينا، الختام بيكون بخبر تغني بنشوف من خلاله ميزة هامة راح تتيح لمستخدمي أجهزة الآيفون من إخفاء محتوى رسائل في التنبيهات. أشوف معكم التفاصيل. كيف تخفي محتوى الرسالة اللي موجود في الإشعارات؟ الآن معروف لو جتك أي رسالة من أي شخص يطلع لك اسم المرسل وأيضا محتوى الرسالة. لو حاب تخفي محتوى الرسالة، كل اللي عليك أنه أنت تروح الإعدادات، تروح إلى خيار الإشعارات، إظهار المعاينات، راح يطلع لك خيارين اللي هو في حال فتح القفل ومطلقا. مطلقا لو اخترته، لو جتك أي رسالة مهما كان راح يكون محتوى الرسالة مخفي، لكن لو اخترته في حال فتح القفل، الرسالة لو وصلت لك راح يكون محتواها مخفي زي ما واضح قدامكم. لكن مجرد ما يتعرف الجهاز على وجهك أو تحط الرقم السري راح يطلع لك محتوى الرسالة زي ما واضح قدامكم. مشاهدينا، شكرا على حسن المتابعة، وما زلنا مستمرين معكم في باقي فقراتنا من صباح الخير يا كويت. تابعونا.
حياكم الله مشاهدينا في أول لقاءاتنا لهذه الحلقة. جبل الشباب الكويتي في على أعمال الخير وحب العمل التطوعي منذ القدم حتى ذاع صيتهم في جميع بلدان العالم، وأصبح للكويت اسم بارز في مجال العمل التطوعي محليا وكذلك عالميا. فعلا يا منيا، واليوم إن شاء الله راح نسلط الضوء على منارة من منارات العمل التطوعي في الكويت، وهي مؤسسة الرحمة العالمية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي، واللي تعد من المؤسسات الرائدة في مجال العمل الخيري، واللي تحرص على شمولية مشروعاتها كما ونوعا وجغرافيا أيضا. يسعدنا أن يكون معنا اليوم كلنا من أستاذ مساعد محمد الإدريس، مسؤول العلاقات العامة في جمعية الرحمة العالمية، وأيضا الأستاذة جنى أحمد الضبيعي، رئيس وفد طبية الخير من كلية الطب جامعة الكويت. نقول صباح الخير وحياكم الله وشرفتونا بالاستديو. صباحكم الله بالخير، الله يعطيكم العافية. حياكم الله. إن شاء الله راح نستهل لقائنا بعد ما نشوف هذا التقرير عن مساعدات الكويت الإنسانية حول العالم. وسط أجواء شتاء قارس تسود المنطقة، وجهت الكويت عبر مختلف هيئاتها فزعتها الإنسانية للتخفيف من معاناة اللاجئين لتوفر لهم متطلبات وشروط الحياة الإنسانية. وفي هذا الإطار واصل جمعية الرحمة العالمية في دولة الكويت جهودها في إغاثة النازحين السوريين بإطلاق قافلتها تحت عنوان دفء الشتاء بحضور تركي وسوري. الرحمة العالمية أطلقت 20 شاحنة كبيرة مملوءة بمواد إغاثية شتوية، أهمها المدافئ والحطب والبطانيات والأفرشة وكذلك السلل الغذائية وغيرها. نرحب في ضيوفنا من جديد. في البداية أستاذ مساعد، الكويت طبعا اسمها صار بارز جدا ومشرف في مجال العمل الخيري والتطوعي في كل بلدان العالم، فنبي نعرف الدور الكويتي كيف زاد من تكريس هذا المفهوم التطوعي عالميا وعلى المستوى الإقليمي. أول شيء جزاكم الله خير على هذا يعني على هذه الاستضافة، وهذه مو بعيدة عن برنامجكم. كذلك المعلومات اللي احنا جايين فيها ومعلومات جميلة جدا ومشرفة حق أهل الكويت، وهذا عطاء أهل الكويت. اليوم الكويت تبارك الرحمن لها إيد كبيرة في العمل الخيري والعمل الإنساني، وهي متمثلة بصاحب السمو أمير الإنسانية. اليوم بصماتها متنوعة في كل القارات في العالم، أينما يعني يوجد في حاجة لهذا العمل الإنساني تجدون تبارك الرحمن الكويت هي الأولى في هذا العمل العالمي، أو خلينا نقول العمل الإنساني التطوعي. أحسنت. يعني فعلا العمل على اسعاد الاخرين وتلبيه احتياجاتهم وطلباتهم من اسمى معاني الانسانيه. جنى، عرفينا على طبيه الخير ومن وين جت الفكره اصلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه نشكر تلفزيون الكويت ونشكر برنامجكم على هذه الاستضافه. نتشرف، حياكم الله. طبيه الخير هي رحله، احنا رحله عاده نسويها مرتين بالسنه. ويت الفكرة بأن الكويت هي دولة دائما اسمها ملازم للأعمال الإنسانية، وفي الأعمال الإنسانية مزروعة في شبابها من نشأتها، وإحنا كطلبة طب نشوف أن العمل الخيري الإنساني والطب لهم نفس الأساس، مبنين على نفس المبدأ، لهم نفس إذا أقدر أقول مبنيين على خدمة إنسانية ولتخفيف معاناة الناس ولإزالة ألمهم. فإحنا كان في مجموعة من طلبة الطب في القائمة الطبية قرروا أن يخصصون لجنة كاملة اسمها اللجنة الإنسانية، مختصة في الأمور الإنسانية والأنشطة الإنسانية. ومن هذه الأنشطة عندنا رحلتين سنوية
تكون رحلة إغاثية مرتين في السنة. ما شاء الله عليكم، الله يعطيكم العافية. طيب نبي نعرف أكثر عن الإسهامات، عن أبرز المساعدات الإنسانية اللي تقدمها جمعية الرحمة العالمية خصوصا للاجئين السوريين في فصل الشتاء. أي نعم، جمعية الرحمة يعني صراحة دائبت على ممارسة العمل الخيري من بداية نوفمبر سنة 2012. نعم. وبدت في قوافل الخير، وصلت القوافل ما شاء الله تبارك الرحمن إلى أكثر من 415 غافلة خير للحدود السورية التركية وللاجئين السوريين تحديدا هناك. طبعا الرحمة العالمية عندها مشاريع أمانة، مشاريع نوعية للتنفيذ، وهي يعني غالبيتها إغاثية، قائمة على الأمور التعليمية وقائمة على الأمور الصحية وقائمة على أمور الإيواء للاجئين. فهذه ما ساعدت عليه صراحة الرحمة العالمية. احنا تحديدا عندنا أولوية كجمعية للتعليم، أولوية كذلك للإيواء. يحتاج أهم شيء صراحة في خروجه من دولته بعد هذه النكبات اللي حصلت له، يحتاج إلى التعليم، يحتاج إلى الإيواء. فهذه كانت مهمة على عاتق جمعية الرحمة العالمية. تمام. جنى، يمكن استاذ مساعد ذكر بان ما شاء الله يعني شاركتوا في خلينا نقول مساعده اللاجئين السوريين، وصلتوا الى الحدود التركيه السوريه، شو اللي خلاكم تختارون المشاركه مع جمعيه الرحمه العالميه؟ وسولفينا عن طبيعه هذه المشاركه. جمعيه الرحمه العالميه جمعيه مميزه جدا في عطائها، ولها تاريخ طويل في العطاء. وكانت رحلتنا الاخيره الرحله 417 ما شاء الله من قوافل الرحمه العالميه. والرحمة العالمية مكاتبها ممتدة في جميع الدول. احنا شاركنا سابقا معاهم في رحلة إلى الأردن، ورحلتنا الأخيرة كانت رحلة إلى تركيا. كان شاركنا في شو اللي سويته بالضبط؟ طبيعة المشاركة كانت عبارة عن طبعا دائما في الرحلات الإغاثية تكون منوعة، ما تكون متركزة على مساعدة معينة فقط. فنروح عندنا حفل الأيتام، نسعد فيه الأيتام ونتعرف عليهم ونتواصل معهم، نوزع عليهم الهدايا. عندنا توزيع طرود غذائية، رحنا للريف، ريف أورفا. أورفا هي منطقة في تركيا بين الحدود التركية السورية. نوزع بطانيات للاجئين، وتتنوع المساعدات اللي نقدمها لهم. جميل. طيب لو لم نتكلم استاذ مساعد عن اهم المشروعات النوعيه اللي اقامتها جمعيه الرحمه العالميه، وايضا نعود للاجئين السوريين. اي، وهو تحديدا يمكن اكثر الامور نوعيه هناك تحديدا اللي هي تنفيذ محطات تحليه المياه. وهذه كانت يعني سيارات متنقلة، وكأنها يعني عبارة عن محطات لتنقية الماء، وكان هذا في احتياج أمانة لهم. وغير ذلك الأمور الخاصة في قضية التدفئة، تدرون أنتم الشتاء هناك قارس جدا، ويعني احنا من المواقف اللي نشوفها وأمانة نتحرك يعني مشاعرنا لما نشوف أطفال صغار يرجفون وملابسين إلا يعني حتى الجوتي مو مسكر عدل ونصري لا طالعه. فهذه المواقف واحنا لابسين بوتات وكذا، والله احنا حتى من حيانا احنا ان نفسخ الجواتي، ودنا نسوي اي شيء لهؤلاء الاطفال. فيعني موقف امانه مهيب. دائما نحرص على يعني مساعده المنكوبين، وهم امانه يعني نحرص على وجودهم ونحرص على يعني اعطائهم كوبونات شرائيه. احنا عاده نقدم مساعدات نقديه يعني مباشره، لا نشتري كوبونات ونقدمها حق الاسره ونقول لهم تعالوا تسوقوا اشتروا حق يعني اطفالكم، اشتروا لكم هاي الملابس، ونقدم لهم كذلك الطرود الغذائيه اللي هي بين فتره وفتره المستلزمات اللي يحتاجونها كغذاء. وكذلك طبعا غير الخيم اللي قدمناها لهم اكثر من 480 شقه. طبعا هذه كانت جايه على مراحل
أول شيء إحنا كنا نشوفهم كانوا ساكنين في أماكن يعني ما تتصورون شنو هي إيه، كانت يعني مكان بشع أمانة، أن واحد يسكن في صوب المقابر أو يسكن في مغارة مع حيواناته. يعني هم الماشي اللي جايبينها وياهم يسكنون معهم داخل المغارة. هذا أمانة اللي يعني اللي شفناه في هذا المكان، وكان يعني لا حول لهم ولا قوة. وإحنا يعني بالمساعدات هذه اللي قدموها أهل الكويت قدرنا أن نسكنهم في أماكن طيبة وأماكن يستحقونها. جنى، بما أنكم شاركتوا في هذه الرحلة بلا شك مثل ما قال السادة مساعد شاهدتوا بعض المشاهد المؤثرة، ولعل هناك بعض اللحظات الجميلة لما تساعدوا في هذه الأطفال، مثلا ذكرتي اللي هو المساعدات بالنسبة للأيتام وغيرها. كونك ما شاء الله طالبة في مقتبل العمر وجزء من هذه خلينا نقول الحملة الجميلة المؤثرة، تقدرين تنقلي لنا لعل بعض المشاهد اللي أنت شفتيها وشنو اللي رديتوا فيه من هذه التجربة؟ طبعاً في كل رحلة إغاثية يكون يعني نروح نشوف أشياء ما أقدر أنا بكلماتي أوصف لك وأعبر لك وأوصل لك المشاهد اللي إحنا شفناها. نعم. لازم إنه حتى دائماً يسألوني جنى يعني شنو شعورك بعد كل رحلة إغاثية، أقول لهم أنا ما أقدر أوصف لكم الشعور، أنتوا لازم تروحون تجربونه. بكلماتي البسيطة مستحيل أقدر أوصل لكم بعض هذه المشاهد، لكن في بعض المشاهد يكون تأثيرها طويل الأمد، يبقى معك حتى لو أنت ترد يبقى معك. شنو هذا التأثير اللي رديتي فيه؟ في أورفا وهي منطقة في الحدود التركية، كان وهذا البيت يعني هذه القصة أنا وايد يعني أو المشهد وايد أثر فيني. كنا زايرين أسرة، إحنا عادة نسوي زيارات للأسر، فكنا زايرين أسرة وكان زايرينها في بيتهم، وكان بيتهم ما كان بيت، كان خالي جدا من أي يعني مواصفات للبيت الطبيعي اللي مفروض هو يكون بيتي، المأوى، الملجأ، الأمان. دشينا الباب ماكو باب، الباب كان عبارة عن ستارة لا هي تحمي ولا تحمي من البرد ولا أي صورة من هذه الأشياء. رحنا، هو البيت كان عبارة عن دورين، بيت وايد صغير، يعني نبي نصعد الدور، نبي نصعد الدرع عشان نروح حق الدور الثاني، الدرع الخشب ماله يرقل، كان في مسامير طالعة من الخشب، والبيت كان فيه أطفال. يعني نبي نصعد، أنا خفت على نفسي إني أصعد الدرع، وصلت الدور الثاني، لما تطالع تحت، لما تطالعون تحت تشوفون الدور الأول. كان الدور الثاني كان عبارة عن خشب خفيف جدا ومتهالك وفي متهالك فتحات جدا. نعم. وفي ثقوب. يعني وايد 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 قصص، ومن هذه والأشياء اللي بعد تكثر وتأثر، رب المنزل يكون متأثر من شظايا ممكن أن تكون تفقد عينه، تفقد إذنه، تفقد إيته، تعيق حركته، ما يقدر يشتغل، ما يقدر يعيل أسرته، فتكون كسرة. بس مع كل هذا تشوفهم شاكرين، حامدين، راضين، يقول لك أنا ما عندي إذن واحدة، غيري عنده ما عنده إذنين، أنا ما عندي عين واحدة، غيري ما عنده عينين، سبحان الله، أنا ما عندي إيد واحدة، غيري ما عنده إيدين، ما يقدر يشتغل ولا يقدر. تسليم بقضاء الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. ففعلا سبحان الله، إحنا نروح عشان نعطيهم، في النهاية هم اللي قاعدين يعطونا، مو إحنا اللي قاعد نعطيهم. أحسنت القول. طيب لما نتكلم عن معاناة بهذا الحجم لابد أن يكون لها آثار نفسية، يعني مو بس الخسائر اللي ممكن تكون في الصحة أو حتى في الماديات، فنبي هل الجمعية لها دور أيضا في الآثار النفسية اللي ممكن تصيبهم؟ نعم، جمعية الرحمة نفس ما قلت هي يعني وايد حريصة على وجود العمل الميداني. احنا يمكن احنا بعد ما تكلمنا عن موضوع الفرق التطوعية والقوافل اللي احنا نسويها، دائما احنا نحرص على الفرق التطوعية وجودها في العمل الميداني. لما انت الواحد يروح ويشوف في العمل الميداني
نرجع بهذا التأثر، نرجع بهذه الثقة لهذا العمل الإنساني أو العمل الخيري. اليوم الجانب النفسي جانب كان وايد مهم وكان طاغي جدا على الحالة عند اللاجئين، فلذلك الرحمة تعاونت مع فريق اسمه بلسم، يعني حتى اسمه يعني طيب جدا وما شاء الله تبارك الرحمن من يعني أرقى الدكاترة الخاصين في العلم في علم النفس، لهم تواجدهم بين فترة وفترة يروحون حق بعض اللاجئين من النساء ومن الرجال ويعطونهم بعض النصائح أو الإرشادات النفسية، وأمانة يعني فريق ملتزم وفريق حريص، وأنا أتكلم عن يعني دكاترة ما شاء الله تبارك الرحمن معروفين في الكويت في هذا الجانب، وأشكرهم صراحة على هذه الجهود اللي يقومون فيها. هذا دور الأمور خلينا نقول النفسية اللي يقومون فيها بعض الفرق التطوعية لجمعية الرحمة. جن أنا ما راح أسألك هل تفكرون تروحون مرة ثانية، سؤالي متى إن شاء الله مقررينكم تروحون في أيضا أعمال إغاثية أخرى إن شاء الله، يعني خططكم المستقبلية؟ إحنا دائما نسوي رحلتين في السنة، ودائما الرحلات الإغاثية يعني حتى لو أنا الحين رحت 5 رحلات إغاثية، ومن أول رحلة إغاثية يكون نفس ما يعني نفس الإدمان. نعم. من أول رحلة إغاثية، أول رحلة إغاثية مستحيل تكون الأخيرة دائما، ونادر ما تكون الأخيرة، فدائما رحلتي الرحلة ورحلة ورا رحلة. ما شاء الله عليك. فإحنا في القائمة دائما ننظم رحلتين في السنة. ودائما يسألوني في وايد ناس من بخاطرهم يروحون وودهم يروحون وودهم يشاركون معانا، فيسألوني شنو شعورك؟ فكنت أقول لهم إنه يعني هذا شيء أنا ما أقدر أشرح لكم إياه، أنتوا لازم تجربونه. وأنا قبل سنة ونص أذكر إن أنا سألت قبل طبعًا أروح أي رحلة إغاثية، سألت واحدة شنو كان شعورك في هذه الرحلة، شنو شعورك لما أنت كنت تروحين؟ تقول شعور أنا ما أقدر أوصل لك إياه، أنت لازم تجربينه. وجربتي سبحان. وجربته وهذا هذه دعوة إذن الأخريات أيضًا المشاركة. وهذا بالضبط. إن شاء الله. نعم، في النقطة الأخيرة اللي نحب نثيرها اللي هو الجانب التعليمي، أيضا أعتقد من ضمن خطة الجمعية في 2020 هتركز على الجانب التعليمي للاجئين. نعم. نعم. احنا بداية يعني جمعية الرحمة كانت ولا زالت تفكر في قضية التعليم، التعليم هو بناء الإنسان، وللأمانة احنا في روحتنا الأخيرة مع القافلة الطبية حطينا حجر الأساس لمدرسة تعليمية للشيخ أحمد الفلاح، وهي يعني مدرسة مكونة من 3 طوابق فيها أكثر من 20 صف، وهي إن شاء الله يعني قريبا إن شاء الله سنة أو سنة وشيء بإذن الله راح تكون متكاملة لهؤلاء الطلبة، فهذا جانب كبير إحنا يعني ندعمه. وكذلك أهل الكويت اللي يعني ما قصروا في عطائهم، هم يدعمون هذه البرامج التعليمية الخاصة لجمعية الرحمة. عساكم على القوة إن شاء الله وفي ميزان أعمالكم. تشرفنا في لقائكم أيضا، وشكرا لحضوركم استوديو صباح الخير الكويت. كل الشكر والتقدير لضيوفنا الأستاذ مساعد محمد إدريس مسؤول العلاقات العامة في جمعية الرحمة العالمية، وأيضا للطالبة الأستاذة بعملها وعطاها إن شاء الله جنى أحمد الضبيعي رئيس ويب طبية الخير من كلية طب جامعة الكويت. وأعتقد حان الوقت نروح حق نجيب متواجد الحين في منطقة سعد العبدالله، خلينا نشوف شنو عنده ونرجع له مرة ثانية في وقفة أكثر تفصيلا. مشاهدي الكرام، أصب عليكم الخير وأصب على الزملاء في الاستوديو كل من شاهدنا على الشاشة الفضائية الكويتية، مثل ما حنا عودناكم في لقاءاتنا جولاتنا. حنا اليوم موجودين في منطقة سعد العبدالله ومشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مخبز بمنطقة سعد العبدالله السكنية، راح يخدم هذا المخبز منطقة سعد العبدالله إن شاء الله والمناطق الغريبة من هذه المنطقة والتابع لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية. راح يكون إن شاء الله بعد قليل معنا المهندسة في أبو اسكندر، مهندس مدني، والمهندسة ضحى الملة مهندس مدني بشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، يتكلمون عن هذا المخبز اللي راح يخدم سكان ومنطقة
سعد العبد الله. راح نرجع للاستديو ونرجع لكم ان شاء الله ثاني مره من منطقه سعد العبد الله. تم افتتاح القرية العالمية في دبي عام 1997 على شاطئ الخور مقابل بلدية دبي، ثم تم نقلها إلى عود ميثا، وبعد ذلك نقلت إلى دبي فيستيفال سيتي، واستمر موقعها حتى عام 2005 حيث تم نقلها على طريق الشيخ محمد بن زايد عند المخرج رقم 37، وهي مستقرة هناك منذ ذلك الوقت. تجسد القرية العالمية نهج دبي المعروف بالانفتاح على الثقافات المختلفة وتنوع سكانها، ويجري من خلال القرية التعريف بعادات الشعوب وثقافاتهم، وتعتبر هذه القرية أشهر وجهة ترفيهية في المنطقة العربية، حيث تتضمن العديد من الفعاليات التي تقام خارجياً، كما توفر تجربة مميزة للتسوق في أكثر من 30 جناحاً، كل منهم يمثل دولة مختلفة، وتعتبر المأكولات العالمية جزءاً مهماً من القرية العالمية، حيث من الممكن تذوق أصناف من مختلف دول العالم. تفتح القرية أبوابها في شهر نوفمبر من كل عام، وتستمر مدة 5 شهور تقريباً، ويصل عدد زائريها إلى أكثر من 5 ملايين زائر من مختلف دول العالم، كما تضم جزيرة النخيل التي أنشئت في عام 2013 لتكون من المعالم المميزة في القرية، وتحتوي الجزيرة على أكثر من 50 لعبة ترفيهية للصغار والكبار، لذلك تقصدها العائلات للاستمتاع والترفيه. أهلا بكم من جديد، ومكملين معكم فقراتنا ولقاءاتنا. ولقاءنا الجاي رح يكون رياضي مميز، خاصة وأن دولة الكويت تتميز بمختلف الرياضات والأنشطة المائية اللي ممكن أن نمارسها في بحرنا يا عبد الرضا. فعلا، وفي مبادرة طيبة قامت فيها الهيئة العامة للرياضة تم الإعلان عن تأسيس نادي الرياضات البحرية، وهذا الحكي كان في شهر أبريل الماضي عشان يستقطبون الطاقات الوطنية في هذه الرياضات. عشان تعرف أكثر على أهمية وأنشطة نادي الرياضات البحرية وأبرز البطولات المحلية والعالمية المرتقبة بإذن الله اللي راح يستضيفها النادي، يسعدنا اليوم يكون معنا الأستاذ خالد وليد الشايع، متسابق السابق ومدرب فريق جيتسكي في نادي الرياضات البحرية. أيضا معنا في هذا الصباح الجميل إن شاء الله الأستاذ عبد الوهاب العازمي، نائب امين السر في نادي الرياضات البحريه. صبحكم بالخير وحياكم الله. صبحكم الله بالنور وحياكم. نشرف فيكم في استوديو صباح الخير الكويت ان شاء الله، وراح نستهل لقائنا بعد هذا التقرير عن ابطال الرياضات البحريه في الكويت من المحليه الى العالميه. تميز دولة الكويت بمختلف الرياضات والأنشطة المائية التي يمكن ممارستها، من ركوب القوارب السريعة وركوب الأمواج بالألواح الشراعية وركوب الدراجات المائية والتزلج على الماء وركوب اليخوت والغوص. قيادة
زيادة الدرجات المائية من الرياضات التي دأب الشباب الكويتي على ممارستها بشكل خاص، لما في ذلك من متعة وتشويق وقضاء وقت جميل بمصاحبة الأهل والأصدقاء. إقبال الشباب الكويتي على هذه الرياضة بقوة في الكويت جعله يشارك في العديد من المسابقات والبطولات المحلية والعربية والدولية، حقق خلالها هؤلاء الشباب مراتب متميزة في هذه الرياضة. صباحك ورد مجددا، وبداية معك عبد الوهاب، ونتكلم عن نشأة نادي الرياضات البحرية وأهدافه وأبرز الرياضات اللي ممكن نظمها. صباح الخير أماني، والله يعطيكم العافية على هذه الاستضافة الطيبة. بداية، النادي تم إنشاءه في مارس 2019. هذا النادي يختص بالرياضات البحرية بشكل متكامل، يختص بالرياضات المائية تحديدا والرياضات رياضات المحركات والرياضات المختلفة من الرياضات البحرية. يشمل الغوص؟ يشمل الغوص كذلك. أبرز شيء عندكم شنو كان؟ أبرز شيء حاليا عندنا الجتسكي، اللي هي تعد من رياضات المحركات، وهذه الرياضة اللي إن شاء الله راح يتم المشاركة فيها في بطولة العالم إن شاء الله في الكويت. راح نتكلم عن الموضوع المهم بإذن الله. أستاذ خالد شاهي، طبعا عبد الوهاب يمكن ذكر موضوع الجتسكي أبرز الرياضات، فحضرتك لاعب ومدرب فريق الجتسكي عندنا كان في نادي الرياضات البحرية. شلون تقيم إمكانيات خلينا نقول وقدرات رياضيين في الكويت هنا عندنا من خلال طبعا وجودك في النادي؟ للأمانة رياضات الشباب الكويتيين إن شاء الله يعتبرون من أقوى المتسابقين في العالم. دائما في الجتسكي طبعا هم دائما لما يشاركون ما يردون الا بالذهب. صحيح. في جميع متسابقين الكويتيين دون استثناء، اولهم يوسف العبد الرزاق ما شاء الله عليه، خذ موسوعه جينيس وخذ بطولات كثيره بالمراكز الاولى. اسامي لو اذكرها ما راح اخلص، يمكن اخذ البرنامج كله. وفعلا بعضهم استضفناه من يعني طبعا برنامج. بالضبط. فما شاء الله يعني لما اتكلم انا واسولف ما راح اخلص عن ابطال وانجازات الكويت في رياضه الجتسكي. يعني ان شاء الله راح تساعد يمكن المقبلين ايضا على هذه الرياضه. طبعا يعني احنا قاعد نحاول نستقطب اكثر كميه عدد ممكنه من الصغار والكبار واليدد، على اساس ان نكون يعني نادي جديد، وهذا بنحاول ان يعني نكسبه قدها وقدود ان شاء الله باذن الله. خاصه انها رياضه محببه عند الشعب اللي عندنا خصوصا شبابنا. من فتره 13 لفتره 15 فبراير باذن الله راح يكون عندكم بطوله مميزه اولى من نوعها، طبعا تعتبر دوليه او عالميه، خلينا نقول لو نتكلم عنها بشكل مفصل. بالنسبه لبطوله العالم، هذه البطوله لاول مره يتم اقامتها في دوله الكويت. احنا ولله الحمد قدرنا ان ننظم هذه البطوله، وسوف نعمل على تنظيمها نعمل على تنظيمها ان شاء الله في فبراير القادم من 13 الى 15 فبراير، باستقطاب 30 دوله مشاركه ما شاء الله و 60 لاعب ان شاء الله من انحاء العالم. ما يخفيكم موضوع ان الكويت اليوم تحتاج الى إعادة الثقة من بعد الإيقاف الذي كان في السابق لاستقطاب هذه البطولات، وإحنا إن شاء الله قدها ومبيضها إن شاء الله. على هالطاري عندنا شيء وايد حلو، بروموشن خاص بهذه المسابقة عدل، فخلونا نشوف مع بعض هذا البروموشن الخاص بهذا الموضوع وراجع لكم، خلونا نشوفها بس. عودة لك استاذ خالد، يمكن ذكرت جانب من البطولات الرياضيين، لا نبخسهم حقهم، خلينا نذكر شوي زياده يمكن بعض هذه الانجازات وايضا البطولات المتوقع ان شاء الله تحقيقها في الفتره القادمه.
اول شيء طبعا انا ما بخص بحق احد والله الحمد، يعني ما شاء الله لو قلت لي مثل ما قلت لك انا مساع لو بتكلم راح، لكن انا بذكر مثلا يوسف عبد الرزاق حاصل على ميداليات كثيره عالميه ومحليه، محمد بربيع ما شاء الله عليه غني عن التعريف، اسم من ذهب ما شاء الله عليه، محمد الباز، راشد الدواس، عبد الله الفاضل، عبد الرحمن العمر، نواف الفرحان، يعني ما شاء الله اسامي. والبطولات اللي شاركوا فيها وين طبعا شاركوا فيها؟ شاركوا في امريكا، شاركوا في تايلاند، شاركوا في بلجيكا، في ايطاليا، في اليونان، في الامارات، في الصين، ف يعني تقريبا انت قاعد تتكلم عن اغلب دول العالم وهم مشاركين فيها. شو المتوقعين ان شاء الله من يعني بني من والله نتمنى لهم كل التوفيق للامانه. احنا عندنا بطولات كثيره جايه، عندنا الاسبوع الجاي في الامارات راح يبلش بدايه الموسم الامارات، عندنا شهر 6 في فرنسا، عندنا شهر 7 في تقريبا ايطاليا، عندنا شهر 8 او شهر 9 اسف راح يكون في امريكا، شهر 11 في تايلاند، والخير بجبال ان شاء الله. والخير بجبال ان شاء الله. احنا نتمنى التوفيق لجميع اللاعبين، الابطال ابطال العالم يعتبرون وزنهم صراحه كلهم من ذهب. لو بنتكلم عن حجم الامكانيات اللي ممكن وراح تتوفر من كويتنا حق اللاعبين وحق بطولات مثل البطوله اللي جايه واللي هي راح تكون على مستوى عالمي. نعم. اول شيء الحمد لله رب العالمين، احنا بالكويت وبتحديدا الهيئه العامه للرياضه ما تخلي على هذه البطولات وهذه النوادي أي قصور من ناحية الدعم المادي. الحمد لله. وكذلك الكويت سباقة في أنها تدعم الشباب وتدعم النوادي لرفع اسم الكويت وبالنهاية رفع راية الكويت وسط هذه المحافل الدولية، هذا أهم ما يميزنا والله الحمد. فالحمد لله رب العالمين الدعم موجود بشكل ممتاز. يعني في بطولات قادمة إن شاء الله؟ بإذن الله، بإذن الله إن شاء الله. إذن عشان نعد العدة لهذه البطولات نحتاج إلى صف ثاني من جيل الشباب والناشئة مثلا ما شاء الله، مثل ما ذكرت في معرض كلامك قبل شوي أستاذ خالد، شنو الدورات التدريبية اللي تعطونهم بحيث أنكم تصلون هالمواهب وتكتشفونها بحيث أنها تكون هي إن شاء الله تجيب الذهب في المستقبل؟ للأمانة إحنا يعني قعدنا مع مجلس إدارة على أساس موضوع نسوي أكاديمية لاستقطاب عدد كبير من الأطفال إن كانوا أو من الشباب. أكاديمية تكون في النادي؟ أكاديميتنا في النادي. ممتاز. على أساس أنها يكون مثل ما يقولون القطار لا يمشي ما يوقف ان شاء الله. فاحنا شنو اللي بنسويه؟ ناخذ الاطفال الصغار نعلمهم بالبدايه شلون طريقه سياقه الجتسكي على اساس انها تكبر معاهم وفي اطار رياضي واسلوب صحيح بدال طبعا ما الاساءات للاسف نشوف بالضبط الممارسات الغير صحيحه. فلله الحمد احنا استقطبنا تقريبا 5 لاعبين يدد حلو اعمارهم اول العشرينات، فالحين دربناهم تقريبا صار لنا شهر وانا قاعد ادربهم، والحين اول مسابقه اول بطوله راح يشاركون فيها بالامارات وان شاء الله راح يبيضونها. طبعا وراهم بطل من ابطال الكويت، فبالتالي ان شاء الله طبعا راح يرفعون الراس باذن الله ان شاء الله. موفقين طبعا هم شبابنا، على قولة الوالد دائما يقول بين كل بيت وبيت في جيت سكي، كونها رياضه محببه عند الجميع. من فتره من 3 شهور صار خبر وايد حلو بحقكم، وهو تم رسميا حصولكم على العضويه الكامله في الاتحاد الدولي للرياضات البحريه، لو نتكلم عن الموضوع واهميته. نعم. أول شيء بالنسبة لمنظمة اليو اي ام هي مقرها في إيطاليا، هذه المنظمة هي المسؤولة عن إقامة مثل هذه البطولات العالمية، ولابد أن يتم أخذ الموافقة من هذه المنظمة لإقامة مثل هذه البطولات، خصوصا إذا كانت بطولة عالم، بطولة عالم مثل الرسمية مثل القائمة القادمة إن شاء الله عندنا في فبراير القادم. فتمت الموافقة من قبلهم بأن يتم أخذ هذه الموافقة من منظمة اليو اي ام، ويصير في لينك بين منظمة اليو اي ام ونادي الرياضات البحرية بخصوص هذه البطولات. الحمد لله. طيب قبل أن نختم اللقاء، شن هي إن شاء الله طموحاتكم وتطلعاتكم لمستقبل يعني الرياضات البحرية بشكل عام بالكويت؟ طبعا طموحاتنا إن شاء الله إحنا طبعا نكون علم الكويت دائما مرفوع في جميع محافل العالم، في جميع مسابقات العالم، نطور من رياضات محليا على أساس إن نكثر طبعا المسابقات
محليا ان شاء الله على اساس ان ناخذ كم عدد كبير من اللاعبين لتمثيل الكويت برا الكويت. عبد الوهاب شو اللي تبونه قبل ان نختم؟ يعني من المهم جدا وهذا ما يخفيكم ان كثره البطولات محليا او خارجيا تصفيق. يساعد على صقل اللاعبين أكيد. ويساعد على احتكاكهم ومعرفتهم بهذه الرياضه بشكل عام. احنا ما نتكلم فقط عن رياضه واحده وهو نادي متكامل لجميع هذه الرياضات البحريه. فالرياضات البحريه ما هي كثيره ومتشعبة. طبعا ما هي واحده وثنتين، رياضات كثيره ومتشعبه، في منها الفرديه، في منها تكون جماعيه. فالبطولات تساعد على صقل اللاعبين ومعرفتهم في هذه الرياضات بشكل عام، وهذا كله إن شاء الله يكون بجهودهم، بجهود أبطال الكويت بإذن الله. ما ينخاف عليهم إن شاء الله وأنت وراهم بإذن الله. قواكم الله. تستاهلون كل خير وشكرا على مجهودكم وعلى وجودكم أكيد اليوم وتوصلكم لهذا الرسالة ومن هل الأعلى أكيد. كل الشكر لضيوفنا الأستاذ خالد وليد الشايع متسابق السابق ومدرب فريق الجيت سكي في نادي الرياضات البحرية، والأستاذ عبد الوهاب العازمي نائب أمين السر في نادي الرياضات البحرية. وين بتاخذنا يا عبد الله؟ راح نروح إن شاء الله مع زميلنا دينمو نجيب القحطاني اللي موجود حاليا في منطقة سعد العبد الله وشركة مطاحن الدقيق الدقيقة وشركة مطاحن الدقيق الكويتية، وهي إن شاء الله تفتتح المخبز الآلي الجديد. كون طبعا منطقة سعد العبد الله من المناطق الجديدة. نجيب قبل شوي كان لنا وقفة معاه والحين وقفة تفصيلية أكثر، فهات ما عندك يا نجيب، وهذا بعد الفاصل بإذن الله. مشاهدي الكرام، في البداية أصب عليكم الخير، أصب على عبد الرضا وعلى منيا وعلى أماني وكل مشاهدي الكرام تابعون في برنامج صباح الخير. عبد الرضا يقول لك وينك فيها نجي في سعد العبد الله؟ فعلا نحن موجودين في منطقة سعد العبد الله قطعة 10، مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مخبز بهذه المنطقة لخدمة سكان هذه المنطقة والمناطق الغريبة على مساحة 7500 متر مربع لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية. راح نبدي لقائنا بالبداية مع المهندس فيبو اسكندر، مهندس مدني قسم الانشاءات والصيانه بشركه مطاحن الدقيق والمخابز الكويتيه. مهندسه صباحك الله بخير ويعطيك العافيه. احنا دائما مع المهندسين الكويتيين، احنا معاكم من موقع لموقع. اليوم احنا في منطقه سعد العبد الله نتكلم عن هذا المشروع اللي هو في منطقه سعد العبد الله، عن هذا المخبز. تفضل يا مهندس. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه اعرف عن نفسي، مهندسه في يوسف بسكندر، مهندس مدني في شركه مطاحن الدقيق والمخابز الكويتيه. حاليا اقوم على إشراف ومخبز سعد العبد الله. نعم مهندس، هذا المشروع ودنا نتكلم، يعني ما شاء الله ودا مرانا احنا اللوحة اللي موجودة، ودنا نشرح على هذا المشروع. ايش رايك؟ عاد احساس حتى نوضح للمشاهد الكريم ان هذا المخبز يخدم سكان هذه المنطقة. اول شيء مشروع مخبز سعد العبد الله مشروع مخبز آلي مختلف عن المخابز الموجودة والتابعة لشركة المخابز والمطاحن. نعم. خلنا نشوف عندك اللوحة الخلفية اللي موجودة هنا، هذه خلنا نشوفها ونشرح للمشاهد الكريم. الله يسلمك. المشروع مساحته 7529 متر مربع، وهني ينقسم حق ثلاث أدوار: السرداب، الدور الأرضي والدور الأول. عندنا السرداب راح يكون مساحته 1450 متر مربع، راح يكون أساساً للتخزين وللخدمات، وراح يكون همّن في صوامع الطحين، راح يكون على ارتفاع المخبز بالكامل. بعدين هني عندنا الدور الأرضي اللي هو مساحته 5450 متر مربع، راح يكون في جزء من الإنتاج اللي هي منطقة الأفران، هو هالمنطقة، وهمّن راح يكون في منطقة التوزيع اللي أهل فيها، راح يتم فيها التوزيع حق الجمعيات والمنافذ البيع. هني عندنا الدور الأول راح يكون فيها من تكملة الإنتاج، راح يكون في منطقة تجهيز العجين ومنطقة التغليف. منطقة تجهيز العجين راح تكون هي أول مرحلة للإنتاج،
ومنطقة التغليف راح تكون هي آخر مرحلة للإنتاج، وهم راح يكون هني في مكاتب الإدارية، وطبعا راح يكون حق كل مخبز ورشة صيانة حق أي شيء يصير لحق التصليح الفوري. نعم، وانت مثل ما تفضلت انه ما شاء الله يعني المخبز شرحت لنا شرح كامل على هذا المخبز، لكن ودنا نتكلم عن يعني هذا المخبز مقسم الى ثلاث اقسام او ثلاث ادوار، خلينا نشرح حق المشاهد الكريم عن هذا المخبز اكثر. طبعا المخبز تم تصميمه بطريقه اللي هي تتبع اشتراطات الهيئه العامه للبيئه وغيرها من اشتراطات، تحرص شركة المطاحن على أن هي تحافظ على جودتها، ولهذا السبب نتبع اشتراطات الآيزو اللي هي من أهم الشهادات اللي تتبعها أي مؤسسة أو مؤسسة غذائية. وانت كذلك أن يعني المواد الإنشائية اللي اختيرت في هذا المشروع مواد بدقة بحرص من شركة المطاحن حتى لصالح المواطن والمقيم لصحتهم كذلك. صح، شركة المطاحن احرصت وايد ان هي تكون وايد دقيقة باختيار المواد الانشائية اللي تستخدمها، ولهذا السبب كل المواد اللي تم اختيارها تم دراستها من المكتب الهندسي اللي احنا رشحناه انه هو يمسك مشروع مخبز سعد العبدالله، وتم تقديم هالمواد حق الجهات المختصة الدوائر المختصة بشركة المطاحن، تم دراستها واعتمادها لكي ان هي تكون متوافقة مع المعايير الصناعية وغيرها. ممتاز. متى ان شاء الله سوف ان شاء الله يتم انتهاء هذا المشروع، يعني خلينا نقول اللي يخدم سكان هذه المنطقة في منطقة سعد العبدالله والمناطق الغريبة ان شاء الله. ان شاء الله راح يتم تشغيل المشروع بنهاية 2021 ان شاء الله. الله يعطيك العافية. المهندسة في ابو اسكندر، مهندس مدني قسم الانشاء والصيانة في شركة مطاحن دقي ونخازن الكويتية، عساك على قوة. مشكورة. الله يعافيك. راح نروح مشاهدي الكرام لضيفتنا الأخرى الثانية، ضيفتنا ضحى الملة. صبح شباب الخير مهندسة، عساك على القوة. صبح كذا بالنور. يعطيك العافية مهندسة، عساك على القوة. احنا دائما مع المهندسين الكويتيين اللي ما شاء الله عليهم يتميزون في هالمشاريع الحلوة هذه اللي احنا قاعد نشوفها في تخدم المواطن والمقيم. لكن مهندسة ضحى الملة مهندس مدني بشركة مطاحن الدقي والمخابز الكويتية، ودنا نتكلم عن طريقة الإنتاج لهذا المخبز. ما شاء الله مخبز على مساحة 7000 و525، يعني ما شاء الله مساحة كبيرة جدا في هذا المشروع. عدل. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أعرف عن نفسي، ضحى محمد الملا، مهندس مدني في شركة مطاحن دقيق والمخابز الكويتية. بالنسبة للإنتاج في المخبز بشكل أساسي تم إنتاج نوعين من المنتجات الغذائية في المخبز اللي هو مخبز سعد العبدالله. أول شيء عندنا الخبز العربي بأنواعه، عندي خبز سميك وعندي خبز خفيف. النوع الثاني من المنتجات عندي خبز الرقاق. بالنسبة لمراحل الإنتاج في المخبز أو المراحل اللي يمر فيها المنتج في المخبز، أول شيء يدخل في مرحلة الميكسينج اللي هو العجين، تم في الدور الأول. بعدها ينتقل المنتج بطريقة أوتوماتيكية للدور الأرضي اللي هي منطقة الأفران. بعدها عن طريق سيور التبريد هم بطريقة أوتوماتيكية ينتقل لدور الدور الأول عشان يدخل في مرحلة التغليف. بعدها أنقله للدور الأرضي على أساس أني أذهب المنتج ويطلع لي منافذ بيع، سواء منافذ البيع التابعة للشركة أو منافذ البيع اللي تابعة لجهات أخرى، يعني جمعيات أو غيرها. لو نتكلم وانسى عن منافذ البيع، عندكم في طريقة جديدة راح تكون موجودة عندكم في هذا المخبز، يعني مو مثل المخابز الأخرى الثانية، لكن هذه فيها طريقة جديدة لمنافذ البيع عندكم. عدل، أول شيء راح تحكي عن مساحة منفذ بيع مخبز سعد العبدالله، يعني مساحته مقارنة بالأكشاك الحالية للمخابز وايد أكبر، تقريبا مساحته 240 متر مربع، ولا مساحة تخزينية خاصة يعني مخصصة لهذا المنفذ. وبالنسبة لفكرة المنفذ راح يكون كأنه سوق مركزي مصغر، وراح يتم فيه عرض منتجات الشركة كاملة. يعني خلينا نتكلم عن الواجهات الخارجية وموقع المخبز في المنطقة. الواجهات الخارجية تم التطوير على الواجهات الخارجية لمخبز سعد العبدالله وهم مخبز فهد الأحمد اللي هو قيد الإنشاء حاليا. إذا تلاحظون يعني أغلب مخابزنا واجهاتهم
كسوتها طابوق جيري. يعني طابوق الجيري أثبت خلينا نقول جودتها في فترة من الفترات في فترة الثمانينات خلينا نقول اللي تم فيها بناء مخابزنا، بس الحين عدلنا وطورنا على الواجهة، يعني راح يتم استخدام مواد يعني جديدة خلينا نقول لها طابع حديث أكثر في الواجهاتنا. مهندسة، بما أن هذا المشروع وهذا في يعني في منطقة سعد العبد الله يوجد هذا المخبز في قطاع 10 القريب من الجمعية، هذا شيء زين، لا واحد مثلا بروح الجمعية يروح الجمعية في قطاع 10 ويكون مخبز يمه قريب عليه. صح، المخبز يعني في وايد خدمات قريبة منه مثل ما أنت قلت، يعني عندك الجمعية، عندك مدارس، عندك يعني صاير بوسط المنطقة تقريبا، وراح يكون يعني فكرة إن إحنا حطيناه في سعد العبد الله على أساس إنه يخدم سكان محافظة الجهرة ويكون مساند لمخبز الجهرة الحالي. يعني ما أنت راح تكون إن شاء الله صورته النهائية هذا المخبز بهذه الصورة اللي إحنا اللي هذه أمامنا، راح يكون إن شاء الله المخبز جاهز بهذه الصورة. عدل إن شاء الله، هذه الواجهة يعني المعتمدة للمشروع. نقول الله يعطيكم العافية المهندسة فيب اسكندر، مهندس مدني في شركة المطاحن والمخابز الكويتية، وكذلك نشكر مهندسة ضحى الملة، يعطيك العافية، مهندس مدني في شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية. كذلك عندكم مخبز الحميدي في منطقة فهد الأحمد الآن على قيد الإنشاء، إن شاء الله راح نكون إن شاء الله موجودين معاكم في هذا في هذا في هذاك الموقع. راح نرجع الآن للاستديو لتكملة فقرات وأسرة برنامج صباح الخير. كذلك نشكر إدارة العلاقات العامة في شركة مطاحن المخابز الكويتية على جهودهم ووصول أسرة وبرنامج صباح الخير يكون موجود في هذا الموقع في مواقع أخرى تابعة لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية. أهلا بكم من جديد. التطوع نهج حياة وقيمة إيجابية راسخة في حياة الإنسان، والشباب هم مستقبل الشعوب في التنمية والتطور والازدهار، فهم الركائز اللي تبنى عليها الأوطان في المجد والحضارة. لذلك يتسابق الشباب الكويتي على تفعيل العمل التطوعي في كل المجالات ليكون عنصر فاعل في بناء البلد ونهضته. بالتأكيد أماني، وانطلاقا من أهمية غرس مفاهيم وقيم العمل التطوعي لا سيما لدى الأطفال والشباب، نظمت جمعية البحرين للعمل التطوعي ومؤسسة جائزة الأميرة صيتا بن عبد العزيز آل سعود للتميز في العمل الاجتماعي ملتقى متطوع المستقبل الاجتماعي الخليجي، وطبعا السابع في مملكة البحرين بمشاركة 50 شاب من دول مجلس التعاون الخليجي. راح نسلط الضوء أكثر على أهمية هذا الملتقى وطبيعة المشاركة الفرق الكويتية التطوعية فيه. يسعدنا أن اليوم تكون معنا الأستاذة معصومة محمود مذكوري، مسؤولة العلاقات العامة في فريق الغوص الكويتي، وهي كذلك رئيس فريق التوعية البيئية التابعين إلى المبرة التطوعية البيئية. صباح الخير أستاذة معصومة. صباح النور يا هلا، يعطيكم العافية. الله يعافيك وحياك الله ويانا، راح نستهل هذا اللقاء بعد التقرير. العمل التطوعي هو نشاط اجتماعي حضري يتضمن ممارسة سلوك إيجابي أو بذل جهد أو مال أو وقت أو خبرة أو فكرة في مساعدة الناس وإسعادهم من دون انتظار عائد مالي أو ربح خاص، وهو ينبع من فطرة الإنسان وحاجات المجتمعات. وتعمل الفرق التطوعية في دولة الكويت من خلال أعمالها الإنسانية والتطوعية على تعزيز مفهوم العطاء والخير، ما يعكس جمال الشيم ورقي القيم التي يتحلى بها الأفراد، ويعكس جوهر الإنسان بعطائه وإنجازاته وروحه المفعمة بحب الخير ونفع الناس. We'll be right back.
نسلط الضوء استاذ على طول، والسؤال اللي راح يطرح نفسه هنا عن طبيعه المشاركه الكويتيه في ملتقى مميز نفس هذا وراح يقام طبعا او موجود في البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم. كانت المبادره اول شيء ان احنا نشارك في المهرجان هذا، انا اسميه مهرجان لان اعلى من الملتقى، كان يجمع جميع الدول الخليجيه وفرصه كان للتعارف بيننا والاقتراب اكثر ونشر المحبه والموده حتى الاخوه بين الاطفال، يعني لقيناهم انه وايد متجاوبين. فلما عرضوا علي اول شيء ان تكون لنا كمحطه بيئيه، لان الملتقى كان عده محطات من هالمحطه البيئيه، فقالوا لي ان راح تعرضين انت وتقدمين المحطه البيئيه وتكون تحت اشرافك. قلت لهم اوكي يعني، وقلت ان شاء الله، وشاركنا فيها كمحطه بيئيه. وبعدين طلبوا مني عدد من الاطفال ان يمثلون دوله الكويت، والحمد لله ان الاطفال اللي كانوا معي ابدعوا هناك عكس ما انا كنت متخوفه ان يستحون وما يتكلمون كذي، لا لقيتهم عندهم استعداد كبير ان يحلون مكاني بعد ما شاء الله، يعني حتى بالمحاضرات حتى بهذا تجاوبهم كان جدا جميل، واعطوهم عده مجالات ان يشاركون فيها. يعني كانت من ضمن الملتقى المحطه البيئيه، المحطه الثقافيه، المحطه الاجتماعيه من خلالها زاروا دور الرعايه ودور المسنين، فكان في عده مجالات للتطوع اختاروا هم منها المجالات معينه وتمثل هذا الملتقى. ممتاز. طيب لو نتكلم استاذه عن اهميه هذه الملتقيات الانسانيه الخليجيه في تعزيز هذه القيم عند الشباب والاطفال، القيم الانسانيه. طبعا هي اهميه كبيره، اذا انت بتنشئين جيل مستقبل واعي يكون ونشط وماخذ الثقافه على اصولها، لازم تكون فيه على مستوى اعلى من المستوى اللي احنا نتوقعه. يعني لازم يشوفون كل مجالات التطوع. اذا انا بنشئه ما اقول له تعال تطوع من غير ما يعرف شنو مفهوم التطوع وشنو استراتيجيه التطوع وشنو المجالات اللي ممكن يتطوع فيها. احنا هني من خلال هذا الملتقى شافوا كل مجالات التطوع، وعليهم هم يختارون المقرب اليهم اللي يحبونه هم من خلال هوايتهم من خلال معلوماتهم اللي يحبونها. هالملتقى اللي حضرتك سميتيه مهرجان الا ما تخلله فعاليات حلوه صارت، ملتقيات، اشياء مفيده حق الكبار وحق الصغار، لو نتكلم عنها بشكل مفصل. كان في من خلال اول يوم كان في عندنا كسر الجمود خلال تعارف ومسابقات، احلى شيء بلشتوا هذي. وكانت قاعده يعني ان كل دوله خليجيه ان الاطفال يتعرفون عن بعض، والحلو اللي سووه ان قسموا الاطفال الى مجموعات، وكل مجموعه تضم من كل شخص من كل دوله شخص واحد، يعني طفل واحد. فصارت المجموعه مثلا الاولى تضم الجميع من جميع دول الخليج، المجموعه الثانيه كذي، فحتى عيالنا صاروا كل واحد بمجموعه قاعد يتعرف على إيه. والحلو ان اخر يوم قاعدين يقولون لي مصطلحات كلمات خليجيه، اللهجه الخليجيه، يقولون لي احنا مثلا بالكويت عندنا هالكلمه، بالسعوديه يقولونها كذا، بالبحرين يقولونها، يعني تعلموا حتى على اللهجات الخليجيه. صار تواصل وايد كبير، تواصل يعني تواصل كبير. حتى على احنا بالكويت كنا نقول لهم نبيكم شقرديه، حفظوا الخليج كله شقردي شقردي شقردي، يعني كذي. فكان حلو ان الاطفال متجاوبين معنا ويبون يشاركون بكل المجالات، وكانت عدة مجالات راحوا للمركز العلمي هناك وتعرفوا على المركز العلمي مع مركز عيسى الثقافي، هم سووا لهم مسابقة الكنز، وديناهم البر. خلال في البر كان في مثل ان شنو اللي خذيتوهم مثلا المحطة البيئية، المحطة التذمر، وهذا يعني كل التنمر لما علموهم انا شرحت لهم عن البيئه والاخت شرحت لهم عن التنمر. بعدين جينا بالبر حتى استغلينا المكان ان نبيكم انتم كمجموعات تعرضوا لنا بطريق تمثيلي، عرضوا لنا اللي احنا اختصروا يعني الكلام بطريقه تمثيليه عن المفاهيم اللي خذوها، عن المفاهيم اللي خذوها. نعم. وكان كنا من ضمن اللجنه زين ان نقيم هذه التمثيليه ومنو اللي يفوز. ف
فشفنا إبداعات حتى تمثيلية عندهم. أكيد طلعت المواهب. طلعت المواهب يعني بدعوا، اللي بالغنى واللي بالإشارة واللي بالفكاهة واللي يابها يعني، حتى عيالنا إحنا أنا تفاجأت إن في مستقبل لممثلين يعني. إن شاء الله فنانين. عندك شيء. إيه يعني حتى يعني. يعني قط التمثيلية بضحكات، خلى الأطفال كلهم يضحكون ويستانسون بأسلوب تربوي، بأسلوب إنه أعطاهم معلومة بس بطريقة حلوة وممتعة يعني. بالتأكيد أستاذة معصومة، إحنا عارفين إن العمل التطوعي مو شيء جديد على الكويت يعني، والحمد لله أن الكويتيين أصلا جوبلوا أجيال وراء أجيال على هذا الشيء، لكن بنعرف أهم المقومات والخصائص اللي لازم فعلا يتمتع فيها المتطوع الصادق في هذا العمل. بالنسبة أول حق إن إحنا عندنا والدنا والد الجميع الله يحفظه الشيخ صباح قائد الإنسانية، الله يحفظه، فهو المثال لنا في إن نكون متطوعين، نتطوع في أعمال جادة، إن نحقق إنجازات قوية. هذه أهم شيء من مقومات التطوع، إن أكون جادة في عملي، أكون أطلع إلى إنجاز تحقيق الرؤية اللي أنا أطلع إليها، إن أحققها برؤية سليمة، إن أشوف حتى لو أصبر إن الإنجاز هذا ما يجي بيوم وليلة، لازم أتعدى يمكن فترة وأشوفه، يكون عندي هذا الصبر. نعم. إيه. شلون ممكن نخلق جيل؟ وش كثر مهم علينا أن نخلق جيل جاي، خصوصا مع صعوبات الجيل الحالي والأشياء اللي قاعدة تصير في الدنيا والتكنولوجيا، الحال تغير، إيش كثير مهم أن نغرس لهم محبة العطاء، محبة أن أنا أعطي من غير مقابل، أن أنا أحب البيئة، أحب الحياة، أحب الناس، أحب أتعرف على الناس. بالنسبة أول شيء إحنا قاعدين نحقق رؤية المستقبلية، رؤية الاستدامة، فعندنا التنمية، إذا أنا أبي أنشأ جيل أنشأ من البداية على أسس سليمة، إن أنا أفهمه حتى التطوع، يعني أول كلمة أنا أحفظهم إياها هي التطوع، هو العمل دون مقابل. نعم. فأحفظهم إياها حتى على أيدينهم، التطوع هو العمل دون مقابل. خمس كلمات حفظوها، هذه لنا احنا بعد إيه، حفظوها على خمس على ايد واحده. فحلو انه يحفظون حتى المفهوم الرئيسي، يعني اقول لهم لا تنطرون حتى اذا قالوا لكم شكرا او ما قالوا لكم شكرا، هذا شيء حقكم انتم سويتوه، مو حق حتى قبل ما اسوي الشغله افكر فيها لنفسي ثم للمجتمع اللي انا فيه ثم الى العالمية اللي أطلع إليها، إلى بيئة مستدامة ورؤية بالتأكيد. مستدامة تكون بالتأكيد. طيب أستاذة معصومة، إحنا عندنا بعض الصور اللي راح نعرضها الحين وحابين تعلقين عليهم، وهي أعتقد رسومات للأطفال، تفضل. هذه الرسمة تبين لكم الأثر البلاستيك على البيئة البحرية، تلوث. زين، هذه اللوحة أصلاً رسمتها لي بنت صغيرة بحرينية تتابعنا، عشان تدرون في لنا متابعين في كل دول الخليج. البنت هذه مثلت لي إن حتى هني البحر، إن شلون البحر كبنت حلوة زين، والبلاستيك أثر على شعرها الجميل، فالبلاستيك شنو أثره ومخلفات البيئة هذه شلون تأثر على أجساد، حتى التلوث الرؤية لما أنا أشوفها إنها تكون غير جميلة، فيبين شنو الأثر. ترى هاي مو بس موهبة رسم، هذا أيضا في التفكير الإبداعي عندها، تصورت الموقف. لأن تتابع لما أنا أشرح، تتابعني لما أتكلم، تتابع فعالياتنا، فتفاجأت إن لما رحت البحرين إن إلا طالبة مقابلتي وأبي أراويك الصور اللي أنا، فقلت لها بحتفظ فيهم يعني. أكيد. هذه شيء قيم يعني عندي أن أنا احتفظت، والبنت أشكرها جدا، اسمها كوثر ياسر عبد الله، عمرها 13 سنة. كوثر نوجه لها تحية. أكيد فنانة. عرفت توصل رسالة من خلال الفن، يعني موهوبة ولك مستقبل إن شاء الله باهر. إن شاء الله. قبل ما أختم هذا اللقاء أستاذة معصومة، اللي حاب ينضم وياكم شنو شروط الانضمام؟ ما عندنا شروط الانضمام، نستقبل من سنتين إلى الكبار، لأن إحنا بالمبرة التطوعية البيئية اللي أسسها الأستاذ وليد الفاضل، وله كل الشكر على هالمبرة اللي أبدعت في مجالاتها، عندنا فريق الغوص الكويتي
وهو أقدم فريق عندنا، تأسس سنة 1986، يعني لا خبرة كفاية. نعم. عندنا عدة فرق أخرى، أنا عندي فريق التوعية البيئية اللي إحنا نهدف من خلاله نشر ثقافة الوعي البيئي. نستقبل جميع الأعمار من الأطفال إلى الكبار، لأن هم الأساس. أنا مرات أنا أستفيد من خبراتهم، هم كطلبة بالمدارس يأخذون معلومات أكثر. نعم. وأجدد معلوماتي من خلالهم. حلو هذا التبادل الثقافي، مو شيء يعني. فرصة أن أنا أتشكر من كل اللي شاركوا معي، حتى من الأطفال. نعم. ومن خلال تلفزيون الكويت أتشكر من الأطفال وأهاليهم اللي ساهموا معي مساهمة كبيرة، أنه تجاوبوا معي الأطفال. يعني صعب أن تخلين بنتك أو ولدك بروحة، بس هم لا، لقيت منهم تفاعل كبير. نعم. واتشكر من كل اللي ساعدوني في ان يشاركون في هذا الملتقى الحلو. واحنا بدورنا نتشكر منك ايضا على وجودك ويانا اليوم. كل الشكر لضيفتنا الاستاذه معصومه محمود مذكوري، مسؤوله العلاقات العامه في فريق القوس الكويتي ورئيس فريق التوعيه البيئيه التابعين الى المبرة التطوعيه البيئيه. وبهذا اللقاء وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من صباح الخير الكويت. باكر ان شاء الله راح نكون معكم في نفس الموعد. الى ذلك الحين في أمان الله. مع السلامة، ويتجدد اللقاء باشر بإذن الله. شكراً.